كان باتشينو سنة 97. هذا المفاعل بقدرة 22 ميجا وات، هو طبعا من أفضل المفاعلات على مستوى العالم من ناحية إمكانيات التشغيل. في إمكانيات كتيرة جدا نقدر ننتج فيه مظاهر، نقدر نحول فيه السيليكون لإنتاج الخلايا الشمسية. طبعا أهم استخدام طبعا ده بالإضافة للبحوث العلمية المختلفة في أماكن مختلفة، لكن أهم حاجة بالنسبة لنا طبعا هو إنتاج المظاهر المشعة، لأن دي الحاجة الملحة اللي إحنا محتاجينها في مصر، وتوفير احتياجات المواطن المصري من المظاهر للعلاج. المفاعل هو العنصر الأساسي لأن هو اللي بيتم فيه إنتاج هذه المظاهر. بعد كده بيتم نقل الأهداف اللي تم تشعيعها في المفاعل إلى مصنع إنتاج المظاهر لفصل هذه المظاهر، لان عمليه التشريع بينتج عنها مظاهر كتيره جدا جدا، في بعضها بيبقى محتاجين وبعضها مش محتاجين. بعد كده بيروح الكلام ده في مصنع انتاج المظاهر عشان يتم استخلاص المظاهر التي لها استخدام طبي بدرجه نقاوه طبعا مناسبه للاستخدام لهذا المنتج. بيتم انتاج قد ايه من مظاهر شهريا او سنويا وبتكلفه كام؟ احنا في الحقيقه احنا بننزل المظاهر بتاعتنا تقريبا اقل من 50% من السعر المستورد بنفس الجوده وبنفس الكفاءه. احنا انتاجنا في الوقت الحالي اكتر من احتياجات السوق المحلي. في الوقت الحالي اي طلب بيجي لنا احنا مستعدين طبعا احنا نلبيه. السوق فيه المنتج بتاعنا وفيه طبعا المستورد، اللي بيحب ياخد المنتج بتاعنا احنا تحت امره، اللي بيحب برضه يجيب مستورد احنا مفيش حاجه تمنع الاستيراد. لكن احنا دلوقتي في الوقت الحالي تقريبا معظم المستشفيات العلاج ومعظم مراكز الاورام بتتعامل معانا بشكل مباشر، لانه طبعا لقوا ان المنتج جيد والاسعار افضل. التخلص من النفايات هو طبعا انا عشان اقول لكم الكميات ككميات ربما ما تكونش يعني ما حدش هيسمع مثلا اقول لك انا بنتج كام كيوري كام كيلو، لكن احنا بننتج تقريبا ثلاث اضعاف، نقدر ننتج ثلاث اضعاف احتياجات سوق المحشي، وبالتالي احنا نوفر كل الاحتياجات ونصدر الباقي ان شاء الله. طب وآليات التخلص من النفايات؟ لا ان شاء الله احنا هيكون في عندنا زياره لمركز المعامل الحره وهنشوف بعينينا كيفيه التعامل مع النفايات. معظم النفايات بتاعت مظاهر الاستخدام الطبي بيبقى قصيرة العمر، فهي لوحدها هي بيحصل لها بمحلال بشكل طبيعي وبشكل تلقائي مع الوقت. اللي بيحصل احنا طبعا بنجيب الحاجات دي عندنا وعندنا مخازن معينه واماكن معينه يتم التحفظ على هذه النفايات لغايه ما تبقى بتصل للمستوى الامن اللي احنا نقدر ما نخافش منه على البيئه. حسب نوع الدفن الحاجات الطبيه كلها قصيره العمر، يعني عمرها قصير مش طويل. امتى هتبدا احنا ابتدينا بالفعل؟ احنا في الوقت الحالي بنمضي عقد مع شركه سوريه عشان هو ورد لسوريا، احنا ابتدينا معاهم من سنه تقريبا، بنديهم عينات بشكل غير منتظم يعني بشكل بالطلبيه يعني. في الوقت الحالي احنا بنعمل معاهم عقد، بعتوا لنا فعلا الدرافت خلاص احنا هنوقعه عشان يبقى في توريد بشكل منتظم وبشكل دوري. بعتنا عينات طبعا لروسيا، بعتنا عينات لاكثر من دوله اخرى، لكن لسه ما وصلناش لمرحله التعاقد، لان احنا برضو بالنسبه للتصدير للخارج احنا بنمشي يعني ببطء شويه مع الموضوع ده، لان احنا اهم حاجه عندنا هو توفير احتياجات السوق المحلي.